صباح بالخير كل المشاهدين، يوم جديد لبرنامج عالم الصباح. اليوم الاثنين بدايه الاسبوع 11 ايار 2015. اول شيء ما تاخذوني صوتي شوي مبحوح، معلش رح احاول اتواصل انا وياكم قد ما في. لكل المشاهدين بالبدايه بذكركم بحمله شهر ايار بعالم الصباح، وهي هاشتاج هيدا شغلي. هالحمله هي بنلقي فيها الضوء على كل المهن من خلال بعض الريبورتاجات اللي عم نقدم لكم اياها، وانتم كمان فيكم تتواصلوا معنا وتعرفونا على شغلكم شو ما كان. طبعا كل التفاصيل فيكم تبعتوا لنا فيديو عبر رقم الواتساب 03010533، وطبعا حتى ست البيت انت فيك تبعتي لنا وتخبرينا عن رسالة اللي بتقومي فيها بالبيت كمان من خلال المعلومات او من خلال فيديو صغير تبعتي لنا اياه، ونحن رح نعرض بعض الفيديوز هو تكريما لكم ولكل عمال لبنان والعالم. ما تنسوا كمان انه تكتبوا دائما هاشتاج هيدا شغلي لنقدر نشوف اللي بكون تبعتوه. على كل حال بنهاية الشهر رح يكون في حلقة خاصة انتو رح بتكونوا ضيوفها، واهضم فيديوز رح يكونوا ضيوفنا يعرفونا اكتر ونحكي نحن وياهم اكتر لنتعرف على المهنة. هيك صراحة في شيء لفتني مرق قدامي، مش كل حدا عنده تخت يعني بينام وبيخفى وبيرتاح، مش كل حدا عنده مصاري يعني الدنيا بألف خير، مش كل حدا عنده ادوية يعني صحته منيحة، مش كل حدا مأمن له اللي لازم يتأمن له يعني الحياة منيحة. بدي لكم دايما فكروا مصيبة غيركم بتهون مصيبتكم، وقولوا دايما كتر خير الله باللي عندكم وتطلعوا بالميل المليانة من الكبية. هيك ببداية الأسبوع أنا بدي منكم تبلشوا أسبوعكم مع ابتسامة وضحكة، وقفوا قدام المراية اضحكوا وبلشوا نهاركم إيجابي. الإيجابي دايما بقول لكم أنا إنه بجيب الإيجابي. صباح الخير شيف، اليوم من حسن حظك ما كتير رح أحكي. صباح الخير جوزيف، كيف أحوالك؟ صباح الخير لكل المشاهدين، يعطيكم ألف عافية. ما تأخذوني كنت سهران امبارح ومريض وعم غني بوان لبنان فرح صوت. صباح الخير جوزيف، صباح الخير لكل المشاهدين، يعطيك ألف عافية يا رب. لك والله انا شفتك من يومين، اول مره بتطلع معك شغله مهضومه. فمن يومين شفتك كان هيك صوتك رايح، فصار لي هلا يومين عم بدعي لك بالشفاء والله ما استجاب دعواتي. بعتذر يعني، مش من قلبك. رح ادعي لك كمان اليوم اذا الله راد، فان شاء الله بكره. مش من قلبك يا شادي، مش من قلبك شادي، بنشوفك خلال النهار. اكيد عدة وقفات طبعا، احنا نهارنا اليوم لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت، عنا كثير ضيوف وفقرات. شو هن؟ قبل خلي لكم انه عبر صفحة الفيسبوك هيك حبيت ببداية الصيفية والمهرجانات، طبعا كثير منكم بيقرروا انه يروحوا يشوفوا حفلات ومهرجانات لفنانين لبنانية وعرب. مين المطرب اللبناني والعربي المفضل عندكم؟ تواصلوا معي عبر صفحة الفيسبوك، عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا فيسبوك تويتر ايميل، وعبر رقم الواتساب 03010533. شو هن ضيوفنا وفقراتنا؟ خلينا نشوف هالليلة، بس قبل خلينا نشوف شو مهنة اليوم. مش بحي الله ايد فيك تحط الالماظة، في ايدين بتجرح. لما تكون عم تتعامل مع شي هالقد سريع العطب بدك تكون دقيق حتى ما تكسره، بس رح يضل في ناس تراشق بحجار. قدم علمية، أنا عزاز وهيدا شغلي. خلينا نشوف شو هن فقراتنا وضيوفنا من هلأ للوحدة بتوقيت بيروت. بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن، روى بتتلقى اتصالاتكن وبتجاوب على أسئلتكن بعصحة السلامة. دراسة عن نسبة البدانة بلبنان وأسبابها مع كارلا بخفيف نضيف. كندا بتتلقى اتصالات المشاهدين وبتجاوب على أسئلتهم بأرض ورد. مايا بتستقبل اتصالاتكن وإيميلاتكن بولادة بالدنيا. أهم الأخبار الثقافية والفنية مع زينة بأجندا. كيف بيواجه المجتمع النزاعات؟ الجواب مع تانيا بخلينا نحكي. ورشة ملح مع الشيف شادي على دجاج مسحب بالزنجبيل والعسل. إذا هو هن ضيوفنا وفقراتنا، نحن وياكم رح نروح دغري لعند كارمن والأبرش. صبحكم بالخير، يوم الاثنين 11 أيار مايو،
يوم القمر بعده مرافقنا من برج هوائي برج الدلو، والاجواء بعدها جيده للابراج الهوائيه الدلو الميزان وايضا لمواليد برج الجوزاء. كيف راح بيكون نهارنا؟ بنبدا مع اول برج برج الحمل. بالنسبه لك اليوم مولود برج الحمل، الجو مناسب لحتى ترفع عن نفسك، لحتى تلتقي بالناس، لحتى تغير جو وتشوف الاخر، ومش بس هيك، لحتى يكون في لك دور بناء وفعال. اما بالنسبه للمولود اللي بعتبره اكثر حظا من غيره اليوم هو 4/5 نيسان ابريل، اما يلي لازم ينتبه شوي من بعض المشاكل هو 8/9 نيسان ابريل. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور احتمال اليوم يكون في ضغوط جديدة عندك، احتمال اليوم مسؤولية تكون كبيرة، لكن هذا النهار أنا بعتبره كتير مهم لأنه بيقدم لك فرصة لحتى ترتفع درجة ودرجتين. خلي التوتر على جنب وركز، وبعتبر المولود الأكثر حظا 5 6 و7 أيار مايو. منكمل مع برج الجوزاء. مولود برج الجوزاء نهار اليوم حلو، بفش الخلق شوي، هذا النهار بخليك تعيش جو جديد، وبالتالي اليوم انت لازم تغير جو، لازم تنبسط، لازم تفرح، لازم تشحن حالك ذاتك بطاقة إيجابية لتقدر تتحمل ضغوط اليومين المقبلين. أما يلي لازم ينتبه من الضغوط والمشاكل والمجازفات اليوم هو 21 ل 24 أيار مايو. بنكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان صحيح بكرة أفضل، لكن اليوم ضروري تمهد لبكرة، يعني من اليوم لازم تخفف حدة المشكل أو الخلاف أو التباعد بينك وبين الآخر أي شخص كان. يمكن ما يكون في مشكل، يمكن يكون فقط في معاملات وأوراق، ويمكن حتى ملتهي أو مشغول بشغل بخصك أو بخص غيرك. جميع الأحوال نهار جيد ومثمر، وبعتبر الأكثر حظا 22 ل 24 حزيران يونيو. منكمل مع برج الأسد. مولود برج الأسد هيدا نهار بيحمل طاقة كتير كبيرة، وبالتالي بتحس حالك اليوم انك طاير او معصب او متوتر او نوعا ما عم تختلف مع الناس، كل شخص بتلتقي فيه بتحس انه عم بيركب مشكل. الأجواء اليوم تطلب منك تعدل العشرة، بعيد عن المشاكل، وتحاول انه تقلب الأمور شوي شوي، تسيطر عليها بطريقة إيجابية. المشكل اليوم سهل. بيبقى المولود الأكثر توترا هو مولود شهر آب أغسطس. بنكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء الجو اليوم بيحمل ضغوط متنوعة، سواء كان بمكتبك أو بجامعتك أو بمدرستك أو حتى ببيتك. أمور صحية كمان معقولة تبين، فحان الوقت لحتى تنتبه لهالأمور وما أنه تتجاهلها. واليوم بالرغم من كل العجقة بيضلوا أفضل من بكرة. الأكثر حظا اليوم هو مولود 13 14 و15 أيلول سبتمبر. منكمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان الجو اليوم ناشط، الجو اليوم حلو، الجو اليوم بيقدم لك خدمة، بيساعدك، بيفتح بوجهك منفذ، خبر أو يمكن نوع من أمل جديد ببين. الأجواء حلوة رومانسيا، ايضا مهنيا ضروري انك تكرر المحاوله. يلي عنده ظرف ايجابي او سلبي حاليا 1 2 و3 اكتوبر تشرين الاول. بنكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب حاول ما تتخانق او تعمل مشكل مع اقرب الناس لك، انت بحاجه لكل الاهتمام. اليوم مولود برج العقرب مزاجه منه كثير رايق، طول بالك، حاول انك تأجل لبكرة الامور المهمة وما تفش خلقك باقرب واعز الناس لألك. الاكثر عرضة للمشاكل والضغوط هو 12-13 نوفمبر تشرين الثاني. ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس هيدا نهار بيساعدك لانه بيعطيك الخفة والقدرة الجسدية والعقلية لحتى انت تتحكم بسير الامور، لتدافع عن قضاياك وقصصك وحكاياتك ولحتى تطلع ناجح. الجو اليوم في حركة كتير ومعقول تحس حالك قبل ما يخلص النهار انك تعبان او مقصر. جميع الاحوال انا بعتبره نهار مفيد جدا. وبالنسبة للمولود الاكثر حظا 6/7/10/11 ديسمبر كانون الاول. منكمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي اذا حابب انه
تصلح الأمور بينك وبين الآخر، حاول أنه تفرجي قديش أنت كريم تجاهه، قديش أنت حابب تساعده وتمدله إيدك وتساعده بشغله بحياته اللي هو بريده، سواء حياته الخاصة، حياته الدراسية أو المهنية أو الاجتماعية. ضروري اليوم تكون كريم تجاه الناس اللي ساعدوك واللي خدموك وخاصة أحبائك. الأكثر حظا 10 ل 14 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو نهار جيد جدا مش شوي لحتى تبدأ شيء جديد بحياتك، يمكن بحياتك أنت الشخصية اللي ما حدا له علاقة فيها، يمكن أنت تاخد قرارات بينك وبين ذاتك ما حدا بيعرف فيها. حان الوقت لتطوي صفحة من الماضي ولا تعترف وتقر بخطأ ما أو بضرورة تصحيح شيء ما. الأنشط اللي ما بيهدى هو 31 كانون الثاني يناير 1 و2 شباط فبراير. بنكمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت ضروري أنك تطول بالك، ما تاخذ قرار، ما تمضي على ورقة، ما تعطي وعد لحدا اليوم لأنه بتندم. ليش؟ نظرتك للأمور مغبشة، مشوشة، مش واضحة. بكرة وبعد بكرة بتعمل اللي بدك إياه وبتقرر على اللي بدك إياه وبتبصم بالعشرة إذا بدك. اليوم هو نهار لتقعد في الصفوف الخلفية وتلاحظ وتتفرج وتاخذ نوت، مش أكثر من هيك. الأكثر تعبا مولود شهر شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة، معقول تقدم لك فرصة لتغير مكان عملك، مكان إقامتك، موقعك الاجتماعي معقولة يتغير، وكله فيكون للأفضل. أيار مايو أيلول سبتمبر كانون الثاني يناير أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. ثانك يو كارمن. سؤالي على صفحة الفيسبوك، مطربكم أو مطربتكم المفضلة، فيكم نتشارك سوا الأجوبة بعد شوية طبعا. منقول بعد الكومنتس اللي أنتم تركتوها على صفحة فيسبوك عالم الصباح. اسمحوا لي قبل ما ننتقل للفقرة الثانية بارك لزميل لنا طبعا ببرنامج عالم الصباح مصطفى السن. ألف مبروك لك أنت وزوجتك أمل، طبعا نقلتوا على البيت الزوجي. أنا بتمنى أنه تقضوا حياتكم بالفرح والبنين والبنات مثل ما بيقولوا، والله يحميكم. لكل المشاهدين نحن وياكم بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة نحن وياكم. Thank you.